عواشر مبروكة، رمضان كريم، تنتمناو بالصحة والسلامة كاع الزبائن ديالنا والناس المغاربة كاملين. بالنسبة للمحل تيشد واحد الرواج ديال الناس في هذا شعبان، في النصف ديال شعبان، الناس يبغوا ياخذوا منتوجات ديال التمر ان شاء الله. هادشي اللي كاين. بالنسبة للتمر اللي عندكم هنا في المحل، انواع ديال التمر اللي عندكم؟ عندنا بالنسبة للانواع كاين المغربية، بالنسبة للمجهول، ونوعات اخرى. كاين السعودية، كاين المصرية، وكاين الليبية، وكاين الاماراتية. الجودة اللي هضرتي على الجودة، نهضروا على التمور المغربية. بالنسبة اللي تيتباع بزاف، بالنسبة للتمور التونسية كاين السعودية والاماراتية، هادو تيتباعوا بزاف. بالنسبة للأثمنة؟ الأثمنة مناسبين، بحال العام اللي فات ما كاينش شي فرق كثير، زعما والثمن متناول الجميع. نعم؟ الثمن راه غيبدا من 20 درهم مثلا، الدرويش يعني ممكن لي ياخذ، كاين السلعة ديال 20 درهم مزيانة. شنو تقول الناس اللي بغاو يجيو يتقدموا عندك؟ مرحبا بهم، ويجيو ياخذوا. بالنسبة للأثمنة راه الأثمنة ثمن مزيانين والجودة، هادشي اللي سالو. هادشي اللي كاين بالجملة والتقسيط، هادشي اللي كاين من 50 غرام حتى للطون، هادشي اللي كاين. مرحبا. التمر مزيان، الثمن راه كاين، الله يكون في عون الدراوش، الله يكون في عونهم. الجودة كاينة. واخا الأنواع ديال التمر اللي كاينة في هذا المحل كلها كاينة، كلها أنواع ديال الدوار كاينة. مجهول كاين، المجهول مجهول كاين، كل عام كنجي. الناس مزيان كيديروا الثمن مزيان. بالنسبه للجوده واش عندهم ولا ما كايناش؟ كاين الجوده وكاين التراخ، كاين معامله مزيانه. والثمن؟ الثمن مناسب جدا، احسن ثمن. بالنسبه لك انت شنو تقضيتي؟ تقضيت عندهم، عندك التمر، الزبيب، عندي شي عطريه بداخل حتى هي. انت بقال؟ لا انا بائع متجول. بائع متجول. شفناك مقضي غير على البيكاله. بغيت شي موطور ولكن باقا ما عنديش، عندي الكرا، عندي الدراري. بمناسبه رمضان جيت نتقدى الفواكه الجافه، لان هذا المحل كنجي له دائما برمضان ولا بغير رمضان، ولكن في رمضان كنظن كيكون الاقبال اكثر. تنضمنوا هنا في هذا المحل الجوده، واخا راني كندير الدعايه ولكن هذا واجب. كنضمنوا الجوده بسبب ان السلعه عندهم كتخرج باستمرار، كيبيع بالجمله وبالتقسيط. الجودة كاين الأنواع ديال التمور كاملة تقريبا كاينة عنده، تونس، الجزائر، المغرب، دول الخليج. الأثمنة معقولة على حسب كل واحد الطاقة الشرائية ولا القدرة الشرائية ديالو. من تما جينا نتقضى هنا في الهري هذا، إيوا جينا جيت نتقضى شويه التمار وشويه المقضيات وداك الشيء. انت ديما كتقضى من عنده اول مره؟ لا جيت دابا اول مره. اول مره كيفاش عرفتي هذا المحل كاين هنا؟ هو قالوا لنا محل زوين هنايا وداك الشيء، وجينا اول مره نشوفوا المحل باش نعاودوا نرجعوا ثاني نجيبوا حتى الكليان ديالنا عاوتاني نعاودوا. انا راه قال لك عاودي المحل الجوده وداك الشيء. السلام عليكم. وكنتمنوا هاد رمضان يدخل على المغاربه بالصحه والسلامه وبالسلم، هذا هو اللي اليوم. شفناك في هذا المحل شنو؟ هو جينا نشوفوا التمر، ولكن شويه لقينا بان شويه الثمن مرتفع بزاف مقارنه مع السنوات الفارطه. كاين شويه ديال الثمن، التمر شويه داير الثمن هذا العام. بالنسبه للجوده؟ الجوده متوسطه، ماشي زعما شي جوده كثيره، وسيرتو ديال المغرب، يعني ديال المغرب هذا العام ما كاينش كاع. يعني كتامن ذلك مناسب ان الدرويش كلشي ياخذ التمر، شحال خصو يكون؟ هو نورمالمون كنا كناخذوه ب 30 ديال 30 درهم، دابا تيدير 50 45، يعني شويه زاد شويه بالنسبه للمسكين شويه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.